اهلا وسهلا بكم مشاهدي متابعي قناه شوف تي في. فضل الخبر العاجل والمباشر، اعلنت وزاره الصحه قبل قليل من يومه الثلاثاء عن تسجيل 243 حاله اصابه جديده مؤكده مصابه بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 87 حاله شفاء بالمملكه وثلاث وفيات اضافيه للاسف الشديد خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة هند الزين في تصريح لها أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 12533 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس الماضية، ومجموع حالات الشفاء التام وصلت إلى 8920 حالة بنسبة تعافي وصلت إلى 71%. أما حالة الوفاة فقد وصلت إلى 228 حالة بمعدل إماتة بلغ 1.8%. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. مشاهدي قناة شوف تي في، أعيد أن وزارة الصحة أعلنت قبل قليل عن تسجيل 243 حالة إصابة جديدة بكورونا بالمغرب خلال 24 ساعة المنصرمة، كما تم تسجيل 87 حالة شفاء جديدة وثلاث وفيات. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 12533 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام وصلت إلى 8920 حالة بنسبة تعافي بلغت 71%. وحالة الوفاة للأسف الشديد تم تسجيل 228 حالة إماتة بمعدل 1.8%. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.